احنا اليوم الثالث على التوالي موجودين في المكان هذا، قاعدين جمعنا كفرق تطوعيه من خلال منصه الامارات للتطوع لمشاركه مساعده اخواننا في لبنان. الهدف من الحمله هذه ان ندعم اخواننا واشقائنا في لبنان في محنتهم اللي يمرون فيها، وهي يعني شيء تعودنا عليه في الامارات. تعودنا على دائما ان احنا نهب ونساعد لاخواننا وين ما كانوا. احنا كان الهدف من هذه ان نروي الجميع ان احنا دوله الامارات دوله سلام، دوله محبه، ودائما متعاضدين. فاليوم اذا بتشوف الفرق التطوعيه اللي موجوده فرق تطوعيه مختلفه، نتكلم عن 300 متطوع موجودين، نتكلم عن 18 جنسيه، نتكلم عن جاليات مختلفه مشاركه معانا، ومؤسسات وجهات مختلفه موجوده معانا. ان شاء الله ان نحن نقدر نوصل لو شيء بسيط لاخواننا واهلنا في لبنان، ونقول لهم هذا شيء بسيط من دوله الامارات ومن اهلكم في الامارات اللي ممكن يساعد ويخفف عنكم معاناتكم. مثل ما قلت لك احنا اليوم الثالث، بدينا يوميا من الساعه 4 لين الساعه 8، الاقبال كان كبير. اليوم احنا بدينا من الساعه 10 صباحا لين الساعه 8 ان شاء الله. الـ جدا سهل الموضوع التبرع، مجرد انك توصل بسيارتك يتلقوا لك المتطوعين، تسهيلا للناس انهم ما ينزلون يدخلون في الزحمه، فيدخلون يساعدونهم. من اول ما توصل السياره ياخذون عنا الاغراض، يشلونها يودونها للتعقيم. بعد ما تتعقم، متاكد انها تعقمت، تروح لمنطقه الفرز، ومن بعد الفرز تيجي هني المنطقه، هاي منطقه التعبئه، ان كانت مواد غذائيه، ان كانت مواد صحيه، وان كانت ملابس. الحمله جاهزه انها تستقبل اي نوع من التبرعات اللي ممكن تخدم اهلنا في لبنان.